اهلا بيكم في قناه خلطبيت تل يوتيوب وحلقه جديده من حلقات القناه. وهنتكلم النهارده عن الفيديو اللي اتحذف امبارح من على اليوتيوب واللي حذفته قناه اسمع كلام سته. انا انتقدتها وهي زعلت قوي وراحت عامله حظر على اليوتيوب للفيديو، بلغت اليوتيوب بحقوق الطبع والنشر عشان انا خدت جزء من عندها. طيب انا اوكي انتقدتك، ليه انت توصلي للمرحله دي؟ انت شتمتيني وشتمت القناه بتاعتي، يعني انا عشان انتقدتك تعملي الشكل ده كده، تحاولي تاذيني وتاذي قناتي؟ انا مش عارف ليه، يعني ليه انت تحبي الاذى قوي كده؟ مفيش مشكله، بس خدي بالك انت ابتديتي بالاذى وانا مش عايز ابتدي معاكي بالاذى برضو. انا انتقدتك وقلت كلام انت قلتيه وطلع من لسانك، انا ما قلتش اي حاجه عنك. عموما مش مشكله، فداكي ولا يهمك. تابعوا يا جماعه معايا الفيديو اللي جاي ده، اللي هو قناة اسمع كلام ستك بلغت عنه اليوتيوب وحذفته وقالت ان ده من حق انا وان انا اخدت جزء من قناتها. تابع معايا الفيديو ده ويا ستو كتر خيرك، متشكر جدا لذوقك، بس انت كنت شتمت في الفيديو اللي فات وانت اللي عملت كده وده كان رد عليكي، فعيب ان حد ينتقدك تاذيه كده بالشكل ده. انا ما قلتش اي كلمه، انت اللي بتغلطي دايما وانا بحاول ارد بس مش بزود على غلطك حتى. تابع معايا الفيديو يا جماعه وشوفوا، شوفوا الفيديو اللي اتحذف بسبب اذيه قناه اسمع كلام ستك عشان انتقدتها. تابعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قناه خلطبيت تل يوتيوب. وللاسف والله انا مضطر انزل مستوى قناة اسمع كلام ستك اللي ردت عليا بمنتهى قلة الأدب والشتيمة ومش عارف ايه، عندها برج الكلب. برج الكلب دي يعني هي ما علينا، انا برضو مش هرد عليك بالشتيمة لاني مستواي اعلى ومستواك جدا في الاخلاق، لكن للأسف انا مضطر ارد عليها فيديو بفيديو. الفيديو الاولاني بتقول لك انا قناتي محترمة جدا وما بتقلدش حنف السيد. هجيب لك العناوين اللي بتتكلمي فيها عن حنف السيد، لان هجيب لك موضوع اساسا بتتكلمي عنه ما يصحش تتكلمي عنه، لانه عيب اساسا، لانك انت المفروض اسمع كلام ستك يعني موجهه للاطفال، يعني في اطفال بتتفرج عليكي بتحكي حواديت غريبه جدا وقصص غبيه جدا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي جاي ده واحكموا انتوا على الكلام اللي بتقوله والهطل اللي هي شغاله فيه، مموتها نفسها فيديوهات وجنان علينا عشان خاطر المشاهدات اللي هي عايزه تحققها. مش مهم بقى بتقول ايه، مش مهم بتحكي ايه، والله اعلم بقى القصص اللي هي بتحكيها دي فعلا الناس جايباها بتكلمها. طيب ولو الناس جايباها بتكلمها هتستفاد ايه؟ هي ست دي قاضي شرعي؟ ست اللي بتسمع من طرف واحد دي هتقدر تحل مشكله؟ تعالوا مع بعض نتابع الفيديو الجاي وهثبت لكم اهو بعناوين كتيره قوي، هتعرفوا عناوينها عامله ازاي، والفيديو اللي جاي ده هيقول هي بتحكي قصص ايه وإيحاءات إيه، وعايز ما يتفرج عليها هيعمل زي الكلام متقال في الفيديو ده. تعالوا مع بعض نتابع ونشوف. خالص أول غلطة عملها معايا، بص عليا أنا وأبوه من خرم باب الأوضة عشان يشوف إحنا بنعمل. خالص أول غلطة عملها معايا، بص عليا أنا وأبوه من خرم باب الأوضة عشان يشوف إحنا بنعمل. ده التخلف بقى، دي قلة الأدب اللي بنتكلم عنها. يعني معايا صغير يتفرج زي كده وتقول له بص على عليا من خرم الباب انا وابوه، ويجيب لي هدوم الحمام ولقاني من غير هدوم، ايه ده؟ ده اسفاف، دي قله ادب. اللي انت بتقوليه دي قله ادب، اقسم بالله العظيم قله ادب، ومش عارفه تطلع منك ازاي. يعني يا ستو في عيال صغيره بتتفرج عليكي، يا ستو افهمي، يا اغبى خلق الله افهمي، يخرب بيت المشاهدات والفلوس اللي انت هتموت عليها. انت مش فاهم ايه المحتوى اللي بتحطيه ده؟ ايه ده؟ تعال بقى نشوف العناوين اللي نهانم بتحطها وتقول لك انا ما بقلدش حرف السيد. بطلي كدب بقى، عيب عليكي. انا فتينه والله العظيم بقرفك ده، ولسانك طويل قد كده، ايه القرف ده؟ تعالوا مع بعض نشوف العناوين اللي عاملاها. العنوان الاول: خطيبي سبب تعاستي مع جوزي، ده يدي حق بايه؟ مسخره. تعالوا نشوف العنوان الثاني: أمي بتكلم صاحب أبويا وجوز صاحبتها. يا محترمة، ده أنت مش حنف السيد، ده أنت حنف السيد متعلم منك، إيه ده؟ تعالوا شوف العنوان التالت: خطيبي بيسألني أسئلة غريبة. أيوة اتفضلي، وفي أطفال بتتابع حضرتك.
اتفضلي بقى كملي جوه الفيديو وقولي بلاويك السودة. تعالوا الفيديو الرابع، هوريكم لابس ايه في ايدي. يا دي ايدك قرفتينا بيها. ابني وجوزي بيبعت ليا جوابات، ده الموضوع اللي قلتلكوا عليه بتاع اللي هو الواد بيبص عليها من خرم الباب هي وجوزها. هي دي المواضيع المؤدبة المحترمة. عايزة اتجوز جوز اختي ومش عارفة اعمل ايه، ونعمل عناوين يا محترمة. ايه ده، انت حللت مشاكل؟ ده انت اساسا مشاكل نفسها. اخو جوزي بيعاكسني ومصمم يتم الجواز، وهو اساسا جايب ده جوه الفيديو ان الراجل متجوز الست دي. بتقول لك اخو جوزي بيعاكسني ومصمم يتم الجوازه، والله ما عارفه تف على عناوينك. مسخره. تعالوا بقى، ابني جاله صدمه بعد ما سمع مكالمه امه في التليفون. ده العيال الصغار هيقعدوا يراقبوا بقى، كل واحد هيراقب امه عشان الكلام اللي انت قلتيه ده. مقرفه. تعالوا بقى شوفوا ولد صغير لما لقاها بتشتمني عشان بنتقدها كلمها يا عيني وقال لها يعني عيب يا ستو، يعني ما يصحش تشتمي والكلام ده كله، انا سمعت ان اللي بيشتم حد الشتيمه بتترد له. تعالوا شوفوا ردت على الولد وقالت ايه، تابعوا معايا وشوفوا. الولد كاتب لها: يا ستو شوفي الفيديو ده، انتي هتسكتي؟ ده صاحب القناة تريق عليكي جامد قوي. ولد صغير بيتكلم عادي، ما هو بيسمعه اطفال وهي بتقول كلام ما يصحش يتقال، فعادي جدا. ردت عليه: الكلب اما بيعضني مش بنزل اعضه. ده انت عضاض اساسا، ده انت هتاخد 21 حقنه بسببك. ده واحد تافه وما عندوش حاجه يعملها، خليه عشان يعرف حجمه وملوش لازمه. رد عليه الولد قال لها: ايه، انا شفتك وانت بتشتميه كده يا ست وبقيتي زيه، ينفع كده؟ زعلتيني، انت مؤدبه ليه تشتمي؟ وكمان اللي بيشتم بيترد له الشتيمه، يعني انت قلتي على عمه كلب، يبقى انت انا اسف كلبه يا ست. ده عيب صغير ورد طبيعي جدا وكلامه منطقي جدا. تعالوا بقى شوفوا ردت عليه وقالت له ايه. بصراحه حاجه تخجل والله ان ست كبيره ترد على عيل كده، دي اخلاق ست فعلا. بص بقى ردت قالت له ايه: لا عشان انت المفروض اب كلب ابن كلب، يعني اللي اقصده فاكرني غبيه زيك. يلا ياض على القناه عندك، برضو مش هعبرك، اشكالك الزباله دي يا متسلق يا متخلف، والله العظيم كم قله الادب. هي دي الست المحترمه اللي انتوا فاكرينها محترمه؟ يا جماعة خافوا على أطفالكم، الست دي فعلا ما تخليش أطفالكم يتفرجوا عليها، بتجيب إيحاءات بشكل معين وطريقة مش محترمة، بترد على أطفال في كومنتات بطريقة مش محترمة، اللسان الطويل، وعلمت الناس الشتيمة وعلمت العيال الصغيرة الشتيمة. يا جماعة اشمعنى أنا بس بترد عليا؟ ما كل الناس بتنتقدك، وكل الناس برضو في فيديوهات يا جماعة الناس حذروا منها. دي واحدة ما بتتكلمش عن الأخلاق بالشكل المطلوب من واحدة بتمثل سته. انا مش عارف اقول ايه والله، انا زهقت، انا عمال افهم الناس والناس مش عايزه تفهم. دي بتربي جيل مش محترم وقليل الادب، ترد على الولد تقول له انت ابني كلب وامشي ياض من هنا. دي اخلاق واحده فعلا محترمه؟ دي اخلاق واحده عامله قناه عشان تربي اطفال في حواديت ست وقنوات تانية حواديت ست، والقناه ديت اللي اسمع كلام ستك المفروض اسمع كلام ستك، يعني موجهه للاطفال، تمام؟ ده اللي كنت عايز اقوله لكم. مش عارف، انا قرفان جدا والله العظيم من المحتوى بتاعها والسفاله اللي بترد بيها على الاطفال الصغيره. حتى الاطفال يا مؤمنه مش هتقاهم تقول له يد يا ابن الكلب يد. انا مش عارف انت ازاي ترد على عيل كده، هثبت لكم تاني ولسه هتقع في سقطات تانيه، وهجيب لكم سقطات تانيه ليها وفيديوهاتها المسخره. يا حنف السيد نمبر 2، عيب عليكي كده، ما يصحش اختشي، وانا هفضل وراكي وهسيب كل حاجه عندي. القناه الحمد لله مليانه محتويات، يعني مش ناقصاكي يعني، واللي انت عملتيه في عمرك كله انا اساسا عملته في سنه، عملت مش فيديوهات قد كده. انا بتمنى لك التوفيق وترجعي لرشدك كده وعقلك، واتمنى يا رب ربنا يوفقك وتشغلي ده شويه وتفكري في حاجه مفيده كده. من الفانز مش عارف ايه، انا بنتقد بمنتهى الادب والاحترام، هي اللي بتشتم وهي اللي بتغلط والكلام الفارغ ده كله. انا عموما ما عنديش مشكلة، أنا راجل ما عنديش أي مشكلة في الكلام ده كله، وخليها تشتم، هي هترتاح؟ خليها ترتاح، بس برضو أنا مش هسكت وهرد عليها بفيديو قصاد فيديو. أنا بشكركم في نهاية الحلقة، وأتمنى يا رب أكون قدرت أوصل لكم حاجة، وأنا قناتي نقد يا جماعة، أنا بنتقد حد اللي مش عاجبه يرد بمنتهى الأدب، مفيش مشكلة. وأنت أساساً يعني بسم الله ما شاء الله، من ساعة ما بدأت أنتقدك وأنت كنت 100,000 80,000 بقيتي 200,000، يعني افهمي بقى. وبعدين مش عاجبك تعليقاتي ومش عاجبك اي حاجه ما تنشي، لكن انت عاجبك الموضوع بيزود لك المشاهدات ويزود لك المشتركين،
بطلي بقى تضحكي على الناس، احنا يوتيوبر زي بعض وفاهمين كل حاجة وفاهمين الكلام ده. شكرا يا جماعة، ما تنسونيش سبسكرايب واللايك والشير بتاع كل مرة، وشاكر ليكم وحسن مشاهدتكم، حفظ الله وأمن.